مع حمزة المخيل خالد. مرحبا بكم الناس الكل، موعد مجدد من FM زون سبور. نتواصل معكم من توا حتى للسبعة متاع شي عدة مواضيع باش نتناولوها اليوم وباش نرجع وباش نحكيو فيها، باش نحكيو على مباراة الكلاسيكو والقمة اللي تدور حاليا عبو في دقيقة 52 بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي بالتقدم 1-0 للترجي الرياضي التونسي. باش نحكيو هون وفوز قائمة الإصلاح اللي يترأسها كريم الهلالي بانتخابات المكتب الجامعي، كما قلنا متابعة مباشرة للكلاسيكو بين الترجي. باش نرجع على فوز السي اس اس على النادي الإفريقي البارح وتصريحات وتحليل فني للمباراة، باش نكون زادة فما مافيولا وقراءة للقطات الكلاسيكو والبارح، زادة عودة على مقابلة البارح الكلاسيكو الأول بين السي اس اس والنادي الإفريقي، تتويج الاتحاد المنستيري بالدوبلي الثالث على التوالي في كرة السلة. هذا كل في FM زون سبور، معكم حمزة المغير بكوتي ميكرو من توا حتى السبعة متاع العشية. انتم تسمعوا في FM زون سبور مع حمزة المغير. يلا نبداو نرحبوا بضيوفنا، واللي خلنا نقول معنا الضيوف اليوم، عنا أولاد البلاتو لكن عنا ضيف ذهبي اليوم، قليل الظهور في المنابر الإعلامية لكن كلاعب محبوب برشا، كلاعب ما انت تعرف عليه الجرينتا القليب، مروان تاج مرحبا بيك. مرحبا بيك حمزه ومرحبا بالساده معناتها المستمعين راديو اي اف ام. مرحبا بيك مروان، قلب الاسد القلب النابض لاي اف ام زون سبور واي اف ام الكل مثل سبور، عرفت شكون شكون هذا مختار دبوس بطبيعه. مرحبا مخ. مرحبا بيك حمزه. مرحبا قداش يرد الوقار السريو. هاي مرحبا مروان وسي طارق العصابي كريم العواضي. فما حاجه في عائلتك نحب ننسى المروان في العائله الكل معناها اجريسيف في الهوند الرو في عصام، هو عصام وزاد عندنا سهيل. اي عندنا سهيل زاد في الهوند. عائله ما انت شيء ما شفتش مروان في الماتش الباطوش الباطوش اللي هبط في الجمهور في المخاض الواقع وحمزه يقول لك محبوب. لا لا فما جرينتا معناتها اسمع فما جوالات فما جوالات. مثال انا قبل مثال كان معايا خالد القربي معناتها في البلاتو. خالد راهو برا من التيران، راهو انسان عاقل برشا متربي برشا محلاه معناتها، لكن يهبط يشوف خويا كوره ويشوفك كما نقولوا بلغه الكوره المستطيل الاخضر خويا يولي عبد اخر. هكاك مروان معناتها، مروان البرا معناتها من اعز ما تعرف، وفي على الميدان ما تعرفوش خير. يعملوا في الميدان؟ لا لا اللي يعملوا في الميدان تقول مش لازم نعرفوا البرا. محبوب الجماهير واللاعب الرحاله ولاعب من القليل من اللاعبين اللي محبوبين عند جمعيه كل. كريم العواضي مرحبا بك كريم. مرحبا حمزه. مرحبا بك. مرحبا بك كريم. طارق العصادي قولوا ختامها مسك. طارق العصادي توحشتك برشا، ما كنتش حاضر الاسبوع الفارط معاك. الحمد لله على سلامتك ومرحبا بك. مرحبا بمختار كريم مروان وكل من سمعاتهم مستمعي FM ان شاء الله امسيه باهيه. تحيه لكم الناس الكل باش تسمعونا من توا حتى للسبعه متاع العشيه، باش نرجعوا على مباراه الكلاسيكو كما قلنا، وباش نمشيو بعد في ربط بعد شويه في ربط مباشر من مباشره من ملعب حمادي العقربي برادس مع مبعوث FM الخاص محمد بدي بخوش، ناخذوا مع المستجدات الكل وحوصله وخلاصه على الشوط الاول، لكن هذا الكل بعد الفاصله. مع حمزه المغير رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم الناس الكل. نمشيو مباشره ملعب حمادي العقربي برادس والموجود محمد بدي بخوش. بلها مرحبا. مرحبا بك حمزه. مرحبا بالساده المستمعين مباشره هنا من ملعب حمادي العقربي برادس. الكلاسيكو على جوله الرابعه ولا الثاني كلاسيكو جوله الرابعه بعد مباراه النادي الفرقي والنادي الافريقي البارح. اليوم كلاسيكو اخر ما بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. الترجي الرياضي التونسي ما تقدم بهدف مقابل صفر منذ الشوط الاول، هدف سجله ايوالا في الدقيقه 19 من الشوط الاول. الترجي كان مسيطر حقيقه في الشوط الاول وجاب العديد من الفرص. كيف دخل الشوط الثاني متقدم او مسيطر على المباراه لحد الان، ماسك في زمام الامور رغم ان النجم الساحلي عنده بعض الفرص واصابه في صفوف الترجي منذ الشوط الاول، كانت لصابر بوغرين. صابر بوغرين اللي خرج المباراه ودخل مكانه حمدو الهوني. رابو 13 من الشوط الثاني ونتيجه هدف قبل سنه فيكم تشكيله الفريقين البدايه بلا ترجي الرياضي التونسي. محمد صدقي ولا درش في مكانه ما تعرفوا في المباراه الفارقه في درب العاصمه رقم 13، وعبد القادر مدرا يرجع الى صفوف الفريق. خليل شمام الياس الشتي
رائد الفدا فوسيلي كوليبالي غيلان الشعلالي محمد علي برمضان صبر بوكرين اللي خلصوا دخلنا كانوا خوتو هوني ايمانويل ايوالا صاحب الهدف وكينغسلي ايدو بالنسبه كيفاش كانت الساحلي علي جمالتي حراس المرمى حسين بن عياده زياد بوغطاس بليغ الجمالي عبد الرزاق بوزرة محمد امين كشيش لكن باء وسام عبيد معتز الزدام رفي العواني ومحمد الزوي هذه تكتيك النجم الساحلي اللي يقودها الثنائي المدرب والمدرب معز جزاع بالنسبه للترجي في الصوت اللي ضربوا رفي الزعيدي والمباراه حاليا واقفه بعد اصابه واحد من لاعبي الترجي الرياضي التونسي كذلك جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي قاعده تساند بقوه امام النجم الساحلي حاضره بقوه تقريبا 30,000 متفرج هنا في ملعب حمادي العقر برد كما قلنا نذكر الساده المستمعين النتيجه هدف مقابل صفر لصالح الترجي نلعبه في الدقيقه 60 من المباراه. واضح شكرا لك بلا نرجع لك كل ما فما جديد بيان سور في المباراه كما كنت تسمع في بلا 60 دقيقه لعب لعب متوقف واحد بلاش للترجي الرياضي التونسي. خلنا نحكيو على المباراة والشوط الأول كريم العواضي كيفاش ريت معناتها 45 دقيقة من الشوط الأول كيفاش ريت الترجي وكيفاش ريت النجم الرياضي الساحلي؟ حقيقة الناس كل كانت تتصور باش يكون سيرتو من طولول باش يكون خير الهكم برشا كما تعرف زوج جمعيات سيرتو لطوال جاية من خسارة وخسارة الحقيقة بدلت برشا حاجات كيف كيف الترجي جات مش من خسارة مي مانيير اللي لعبت به دربي برشا عباد تقلقت منه يعني تصورنا باش تكون ردة فعل من زوج جمعيات يمكن ميطولوا لعبوا على اخطائهم كما تشوف حتى الهدف جاء خطا فردي معناه من مدافع نجم الرياضي الساحلي مي غروسو مودو ما فماش معناه نقولوا نحن ريتم قوي كله كان محصور في وسط ايران زين بال نتصور النجم الرياضي الساحلي معظم الجوارات صغار مي فما حاجه حمزه وانا عشتها الحق نتاع ربي انا ما نجموش معنا باش تعمل ايكيب وباش تلعب على تيتروات وباش تمشي بها لبعيد باش نجم تدز سته ولا سبعه جوارات صغار فرد وقت ومامتا الكبارات ما همش فور فهمت معناها حتى قلنا نحن ليكيليبر باش تعملوا في الجروب والامبيونس اللي موجوده بين الكبارات والصغار نقولوا نحن بلغه الكره صغار خاطر كان في تونس حمزه بقات لغه صغار فهمت باش تلقاها صعيبة مع المشاكل الإدارية نحكي على طوالة على المشاكل الإدارية مع تغيير إطار فني مع يظل يحكي لنا نحن حمزة قبل حتى قبل ما يجي المدرب سلاس عجردة قلنا راه مشكلة النجم الرياضي الساحلي عمري ما كانت مدرب صحيح كما تعرف يظل الترجي الرياضي التونسي معناها قاعدة تجيري في الماتش نتاعها كما يلزم تحسها قاعدة تفركس على الريزولتا أكثر من المانيير وان شاء الله في الباقي اللقاء نشوفه انا نشوفه الريتم يطلع شوي واضح مروان خلاص على الشوط الاول يظل حمزه معناتها اللي حس ماريني اللي كونوا اليوم النجم الساحلي بالطريقه معناتها التشكيله اللي هبط بها يظل باش يكمل معناتها يكمل الماتش بخف الاضرار خاطر شفتوا يظل تشكيله دفاعيه اكثر من الهجوميه اليوم خاطر يترفني جديد يحب يقول لك يحب يظهر يحب أمواه يقول لك نروح بنقطة من رادس خير ما اللي يروح بليش ولا هذا هو هما المطلوب حتى ذهنيا المخاخ اللي متعلم لعبية بحكم نقائص اليوم تاع ركاز الفريق حكمت في اليوم في الأذهان اللي بكونوا باش نمشيو الرادس باش ندافعوا عصام بالله انت مروان بلاش كون ركاز الفريق هما قاعدين يكوروا راه بار غياب هي بالمساك بريسك فما حتى ليه ذهنيا يا كريم كي تسمع فليه البلبولي اللي كادر هذوما راهم ذهنيا حتى البلبولي مش موجود في الثلاثه ماتشات الاخرين مش موجود هما الغياب معناتها نحكيو على مثال ايمن البلبولي صدام بن عزيزه يغيب معناتها يهاب المساكني ياسين العمري هذوما اللي تقول لي ياسين العمري ياسين العمري بريسك الجوار الوحيد لون فورم في النجم الرياضي الساحلي وهي قاعد لا نحكي لك لون فورم هي قاعد يكور اما هوش لون فورم في نجم الرياضي الساحلي قاعد يعمل يقولوا قاعد يقولوا نحن انت تعرف كريم كي يبداو لي كادر هذوما مش موجودين حتى في النزل مورالمو حتى الجواريت انا نعرف كيفاش وعشتهم السيتياسيون ماذا بهم يبداو دي كادر معاهم باش يوقفوهم يا ما عادش الشيء هذا موجود اللي كادر تحكي عليهم كانوا موجودين تروح مستير معناتها نحكي اون جينيرال اليوم الميتون اللي شفناه ما ريناش برشا كوره من الاسبيرونس ولا من ليتوار كانت لعبه محصوره في الوسط
كما شفت حمزه يذول لي المخاخ الكل نحاولوا كما نقولوا نمشيوا نروحوا بنتيجه ايجابيه بخف الاضرار في راتس. معناتها نقولوا النجم الرياضي الساحلي كحاز معناتها مروان يقول لك معناتها نقطه مهمه في راتس صحيح تلعب مع الترجي الرياضي التونسي فريق اللي لحد الان ما انهزمش في مرحله مزيدك في مرحله البلاي اوف لكن لوجيك مثال اطار فني جديد لا انت تحكي في حاجه في معناتها في اللوجيك كيفاش انا نحكي اما انا نحكي لك في الواقع انا نحكي لك على اسم النجم الرياضي الساحلي مش تقول لي الوضعيه اللي فيها باهي يا خايبه ما نحكي على اسم النجم الرياضي الساحلي انت في تورنوا هذه تقول لي نقطه ومش نقطه اسكو لوبجيكتيف نتاع اللي حطيتها في التورنوا هذه شنو هي باش تمشي لبعيد باش تستيتر باش ترشح شامبيونز ليغ باش فهمت موجود اليوم ماشي راتس ماك باش تمشي راك بالجروب في الجروب الجروب هذا مانو نتاع اللي هو موجود من اول اليوم موجود من اول الموسم اللي طوال مي اليوم ليفيكتيف يجبرك باش تروح الواقع حاجه اخرى ايجابيه خير لك من انت ما تخيط حتى شيء انا حبيت نقول خلاص الامر انا يمكن مش ما ناخذوش الوقت بتاع الاولاد النسخه الموجوده توا نتاع الاطوال ومتاع الترجي هذه التونسي من اخي بالنسخ تصور في الخمس سنين الاخر حتى اكثر حتى اكثر من خمس سنين الاخرين انا ما حبيتش حتى اكثر من خمس سنين خمس سنين الاخر وذا معناتها مش راي معناتها راي الفنيين الا الكل طارق لا انا مش هطرش ياسر مروان في كونه يلعب على معناتها على النقطه الاطوال لانه مروان الجيل اللي خدمت فيه كورت فيه في الاطوال جيت مع المويهبي وقتها كونه فوزي بالزرتي ب 12 لاعبي كان تذكر اول ماتش كونتر سي اس اس والناس استغربت معناتها كيما مجازفة كبيرة فوزي بنزرتي 12 ملاعبي صغيرة افكتيفمون بعد عامين الاتوال سيطرت على العقبين سبع جوريات اي طلعوا الاولاد الاحمر وبن عمر ونجاز وغيره وقتها دونك فكوا دونك ثم اسم النجم الساحلي راه يبقى ديما في الميزان لكن الظرف عموما اداريا وفنيا وتغيير يقول انت يمكن نخرج باخف الاضرار صحيح ثلاث نقاط في اللقاء الاول كونتر اتحاد بن قردان ثم تعادل وبعد هزيمة دونك المسار ماشي ويتراجع النجم الساحلي فالكونتر اليوم ماتش معناتها لتصحيح المسار للترجي واللي حاجته به توا يعمل فيه معناتها ربح اللقاء نتاعو باش يواصل في الصداره يستغل البارح نصف عثرة اتحاد المنستيري وهزيمه النادي الافريقي دونك الترجي اليوم ماتش ذهنيا صعيب وعادي جدا يكون صعيب ضد منافس كلاسيك اللي هو النجم الساحلي ديما فما ريفاليتي ما بين زوج فرق اما كيما حكى كريم راهو ماتشوات نتاع ميني شامبيونان نتاع كوب المانير ما نخمموش فيها لكن النقطة بحساب ونذكر حتى في 2013 كان كمسار معناتها متقلب ما بين فرق فريق يخسر برا يستغل الفريق الآخر في الآخر طلع النادي الصفاقسي على البوديوم اليوم الترجي قبل معناتها خمسة دراج تقريبا معناتها شد ثنيته للصدارة اللي فارق أربع نقاط على الأقل قبل نهاية مرحلة الذهاب واضح كريم معناتها في نقطة مهمة وحكينا فيها حتى قبل ونفس الموضوع كنت حاضر معنا الترجي الرياضي التونسي اليوم يسيطر قاعد معناتها ياخو يمتلك في الكورة أكثر من الفرق المنافسة لكن تغيب الحلول باقي معناتها في الامتار الاخيره في الديزويمتر يغيب التسييم فهم اليوم معناتها شفنا وحتى كنا نتفرجوا في الـ في الـ في الاوف يدو اليوم معناتها فما برشا كرات معناتها ما حسنش حتى الكونترول نتاعهم معناتها يدو الى حد الان ماهوش قدم في الرول نتاعه واذا نعرفوا جوار اذا زفر عليه الجمهور معناتها كل ما امتلك الكره راهو ينجم حتى هو يخرج من الماتش الاشكال باقي متواصل في الترجي الرياضي التونسي على مستوى انا نتصور جماهير الترجي الرياضي التونسي اليوم كانوا معناها نحكي للبعاد مش للقرب كانوا يتصوروا باش يبدا بن حموده قبل يدو انا يدو لعبت معاه ماهوش الجوار نقولوا نحن اللي حتى انا معناها كي تفرجت فيه توا الحق استغربت يمكن مش فاهمين فيها ماهوش هو جوار باش يحط كره في الشبكه لكن حتى الرول نتاعو اللي هو باش يفكسي معناتها الديفونسور مش قاعد يعمل فيه معناتها انا حاسس نشوفوا انتم فنيين وتعرفوا يمكن تتقال ولا ما تتقالش الله اعلم مي تحسوا الجوار هذا ما يحبش البريسيون جوار بالرسمه ما يحبش البريسيون حتى انا عشت معاه في سفيقس كيبدا عليه برشا بريسيون يغيب صحيح معناها يدخل في الدود واللي بار كونتر ديما نقول التورنوا هذوما وانا واحد من الناس كي شفت بن حموده نحكي بالماتش الدربي كان خير منه في كل شيء فهمت يعني نتصور حتى بال 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 بالديسبوزيتيف اللي لعبها الترجي التونسي يكون بن حموده خير في في في, في الهجوم بحكم اللي كما قلت لك ستان جوار يعرف يضرب الراس باهي في ساقه معناها ديتونت نتاعو تبارك الله معناها فهمت يعرف يطلب كوره معناها نتصور يدو خذا فرصته واكثر من فرصته فهمت وديما نرجع يمكن انا ديما بقات حتى في ذهننا نحن كنحكي كجمهور الترجي هذه التونسي ولا كجماهير تونس معناها مباراه ستيف خلصت برشا كلام انت تشوف ستيف تو معناها باش نخش شويه على الموضوع ستيف بين لالي وروتور مع الـ 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 مع
اللي ترشحت على الترجي هذه التونسي فهمت معناها ثم حاجات راهم الحق نتاع ربي ما يتلومش فيهم المدرب مش مثل كريم بالله تو صنع الفرق اللي هو اي ولا يلعب تقريبا 22 لقاء يتنحى في ماتش ديربي ماتش كابيتال وترجع اليوم هل انه تحسه قرار مبني على قناعات راضي عادي ولا ما تستجاب لضغط الجمهور الحقيقة زاد حتى معناها حكينا على بن حمودة وإيدو هذوكم بونتا معناتها تنجم تقارن مهم اليوم الكلوار متاعك اللي تلعب معناها من ماتش السوبر لو كونتر المستير في أوت لليوم كان رونترون تنحي في ماتش دربي وتعاود ترجع معناها حتى مورالمون يتضرب الملاعبي يا ما بارامون هما أنت تعرف طارق اللي ثم في معناها يلزمك تخلي خمسة توانسة وتخلي فهمت معناها هبط بوغرين زاد الماتش فات كريم بوغرين يمكن أنت العام كل حاجة اللي بوغرين مازال من بعد الاصابه مازال ما نقولوا نحن ما رجعش للفورم نتاعو فهمت انت حتى تشوف معناها تو بريسك 25 ولا في 30 خرج فهمت مي هذا ما يعنيش الحق نتاع ربي مع الناس كل كانت تستنى في سيرتو الماتشات الاخره نستنوا في ريتم خير من هك من الجامعات الكل يمكن البارح السي اس اس فرجتنا كوره فهمت النادي الافريقي مره الفوق مره دون المعتاد انت معناها يمكن الناس الكل بنات على المانيير نتاع اللي تعمل في الدرب مي هذا ما يعنيش راهو المانيير خويا حمزه ماشي واكل خبز واضح المهم في كما قال معناتها حتى طارق في الميني تورنوا هذوما معناتها معناتها مرحله بلاي اوف ثلاثه نقاط اهم من قدرت قلت سامحني يا حمزه ونحن الكل انا مش باش نقول والله ياك العام اكس لعب بالقد نحن نقولوا شكون هز صح ولا فهمت ضغط باقي معناتها من الترجي هذه التونسي في الشوط الثاني اللي قاعد يحاول فيه اكثر من مره واكثر فرصه انه يدخل المناطق نتاع النجم الرياضي الساحلي تكتل دفاعي بالنسبه للتوال ويلعب على الهجومات المعاكسه وهذه فرصه اخرى للنجم الرياضي الساحلي لكن مره خرجت 6 امتار مروان ممكن انت عشت قريب برشا من التوال معناتها انت كالكسو انت ولا كريم شنو الحلول معناتها في مقابلتها كاش شنو لي كونسيني اللي يلزمهم يتعطاو في اللحظات مازال تقريبا 20 دقيقه تو معناتها النجم يلعب على التعادل ولا معناتها النجم يقتلع ثلاثة نقاط في 20 دقيقه شنو النجم يتحكي اليوم على الميدان حمزه يظل لي زوج جمعيات كبار اليوم معناتها الملاعب يكون يبدا حاضر فيزيكمون مورالمون من قبل طرح يبدا حاضر في ماتش جمعه الماتش معناتها فهمت بيتبقى لي ديتاي هذوما نتاع واحد ديما يقول يصبر للاخر خاطر ما تعرفش توا احنا توا نشوفوا توا في النيفو يذول لي بريسك كلهم كيف فماش شكون اقوى شكون مش اقوى فهمت مي بار كونتر ديما تخلي حظوظك حظوظ نتاعك ويفرى الاخر تركز الاخر ماتش ما تعرفش على فما خاطر تشوف اللي باش يقبل اهداف راه تضيع كونسونتراسيون نتاع نجم تقلب لك الكره باقي ديما واحد يبدا حاضر ويبدا مركز 90 دقيقه باش او موا كيما قلت لك انا ماتش هذا انا راه كان تخرج بيه بنقطه ليطوال حتى نحكيو تو ميني شامبيونا كل شيء تخرج بنقطه تسمى حاجه باهيه عملتها واضح نقطه اللي باش ترجع بيه الامبيونس بيان سور باش ترجع بيه الامبيونس ترجع بيه الثقه للجوارات حسابين راك باش تبعد من الشامبيونا فهمت شكون اي مازال حل عندها حظوظ الرواح على الدوزيام بلاس تروزيام بلاس موجودين كريم يا ما نكذبوش على الرواحنا زاد الدوزيام بلاس ولا تروزيام بلاس تفركس عليه بتمشي بتحارب الافريق بالموجود عاد ما تمشيش خير باش تاخذ الشامبيونا انت بالافكتيف هذا امبوسيبل لا نعرف قد ايه هرب عليك تو ليسبيرونس 8 بوان ما تفهمت علاش قلت لك ناخذ نقطه من رادس نحن ومو باش خليني نلعب على الدوزيام وتروزيام بلاس انت تشوف ليطوال حتى البريود الاخره ليطوال كان في زوز ماتشات في زوز ماتشات تبدلت كل شيء كانت نجم تلعب على معناها ما تترشحش للبلاي اوف ومن بعد ترشحت للبلاي اوف اسكو محضر وعندك معناها نقولوا نحن اوبجيكتيف كي باش تدخل البلاي اوف واش باش تعمل صحيح نحن رانا ما تعرف نحن في تونس حمزه راهو على ماتش نعملوا اوبجيكتيف كان ربحنا لا مش نلعبوا على الشامبيونه كان خسرنا والله تو دوزيام ولا فهمت اي تولي على الدوزيام ولا تروزيام بلاس انا ما فهمتش حقيقه انت يمكن الحاجه الحقيقه نتاع عربي اللي ترجي هذه تونسي ما نقولوا نحن فكرها مش كيما النوادي الاخرى خاطر هذه حقيقه ماشي راني نشكر في الترجي نقول في حقيقه خاطر عشتهم فهمت معنى ملي تدخل الظاهره رانا نلعبوا على التيتر معناها ما قلقنيش نعمل ربح نعمل خساره
انت قلت انت عشتهم معناتها صحيح لعبت الترجي مع النجم الليلي في النجم الليلي وفي السي اس اس كريم في الاسبيرونس هذا كريم لعبتهم في الليل وفي السي اس اس خليني نسالك خاطر انت ساعه الاوبجيكتيف اللي تحطه مربوط بالجروب اللي عندك فهمت الاوبجيكتيف اللي تحط مربوط بالجروب اللي عندك فانت سامحني نحن كنا نحكيو تو في التورنو هذه احسن جماعه الاتحاد الرياضي المنستير اي صحيح الجماعه الوحيده الواقفه اللي تحسها جمعيه واقفه معناها بلغه اخرى مش نحكي ديما سي فوزي عنده اللمسه نتاعو اي اي فهمت عرفنا انا راني مانيش رجعنا الاهميه معناتها الرول نتاع المدرب معناتها في المقابلات هذوما معناتها صحيح قبل حكينا على النجم عمري ما كانت مشكلتها مدرب انا شفنا معناتها حتى خروج لسعد جردة ولا خروج رجل مير قبله جاء لسعد جردة ما تصلحت شيء في النجم الرياضي الساحلي اليوم او معناتها المساعدين هم اللي يشرفوا على الفريق دونك معناتها مش مشكلته من باركونتر في الاتحاد المنستيري دار بصمه نتاع فوزي فما مدرب شخصيته تعارك عليه جمعيه الكل في 10 ايام يخلي البصمه وفما مدربين يلعبوا اليوم لاساميهم لتفادي الاقاله الحقيقه هذه معناتها في المشهد في تونس في 3 ل 4 سنين اخرانيين في الفرق ما يسمى بالكبرى ولا المتوسطه راهو كل مدرب مرهون مصيره في لقاء الوحيد تقريبا اللي معناتها في تاريخ الكره التونسيه حسب ما نذكر يستقيل وما يقول ما يتمش قالته هو فوزي بن زرت دونك يخدم على المانيير يخدم على البصمه نتاعو الناس كل تعرف هذايا والاتحاد المنستير راهو زاد مش سيء بالدرجه اللي صوروه بعض فما برشا ملاعبيه فيهم كاليتي فما ملاعبيه خبره والفريق معناتها وصل للبوديوم في العامين الاخرانيين دونك من حقه كما حكى كريم انه باش يطمع لكن السوفل فما السوفل فما الخباثه فما ما نعرفش انا كيفاش لونديرونس في من لقاء لقاء الترجي كانت خايبه الماتش اللي فات ما خسرتش بارابور النادي الافريقي مثلا تو النادي الافريقي عاد زوج ماتشات خايبين اش عملت في ميني شامبيونا كيما كي خذت ان بوان ربحت ان بوان اي فوالا فهمت انا نعرف روحي من الجيم ما نخسرش علاش قلت لك ناخذ نقطه اخي لان النقطه انا اللي في مقابلات كيما هكا خويا انا ديما تعرفوني ما ندخلش ما نعطيش رايي في الامور الفنيه وخلي ديما الفنيه نقاط يا مروان كيما نفسر لك الحكايه كريم تفكيرك صحيح لكن تلعب على نقطه انت عندك انا نحكي على نهاري انا ما يهمنيش في شامبيونا كامله انا اليوم مانيش حاضر اش نعمل في الميني شامبيونا نخسر ولا تقول لوج اخف الاضرار اليوم انت اللي توار كي تحكي تقول لي راهو تحب تلوج على باش تعمل بريسيون على برشا على جواريت ولا على مسؤولين تجي تقول لهم راهو ميني شامبيون لازم ناخذ 3 بوان غلط راك كريم الوضعيه فما سيتياسيون تحكم راهي في الماتش هذا انت مع الغيابات وكل شيء مش اليوم راك تعمل في بريسيون انت راك مش بريسيون توار هكا ولازم تجيب 3 بوان مرات لازم خاطر لا خويا ظروف تحكم فيا انا ظروف انت تحكي على الترجي التونسي جابت نقطه من اللي فات الوضعيه نتاع الترتيب نتاع الترجي هذه التونسي يساعدها نقطه فهمت ديما الوضعيه نتاع الترتيب يساعدك شي لازمك تعمل في المباراه كي سوا باش تربح ولا باش تخسر الترجي من ماتش الدربي اللي نحن رجعنا كانت في اخي بحالته من اخي الماتشات اللي عديته ما خسرش فهمت بار كونتر موجود فيه النجم الرياضي الساحلي توا ديما نقول راهو زاد مانيش اختانا من اداره واختانا من انترونور واختانا راك طالع في جمعيه كبيره نجم رياضي ساحلي عندك جواريتك ما تقوليش راني طلعت صغير وراني ما خديتش فرصتي مادام طلعوك سينيور سامحني شبيه في الكل في لي كونترا طارق يبداو يحكي لا وحاجه اخرى راهو جينيراسيون هذه تاع الاتوال هذا اللي تيتر في الاسبوار ما عنده حتى دخل هذه خويا طارق ما عنده حتى دخل المدرب يعرف المتصور ولا ما عنده حتى دخل خلينا نقول ده نحن ديما نحكيو باش تطلع وليدات لازم الانتوراج نتاع السينيور يكون متهيئ ونظيف صحيح ويطلعوا نقولوا نحن في وضع مرتاحين فهمت انا تبدا لي ريزولتا ماشي وتبدا فهمت تو كتشوف طالعين في 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 بوزيسيون خايبه بس اي الضروره الماديه هي كما صار في الافريقي عملناه واللي اقتضت اليوم في النجم الساحلي يصير تشبيب معنا باش نسالوا لا التشبيب هذا بار اوبليغاسيون صار اي مادي اما معز الجزاح يعرف الملاعبيه نتاعو الملاعبيه هذوما زاد خدموا بعضهم وطلعوا من الاسبوا معناها العقليه الانهزاميه هذه مروان ما تنجمش تصير في ليتوا انت لعبت كلاسيكو في رادس ولعبت في سوسه لعبت في المنزا ولعبت على الربح وربحنا شويه في زوز بلايص دونك معناها الحقيقه الاكتفاء في النجم الساحلي ما يقنعش فهمتني الاكتفاء بنقطة معناها الفيرسيون ما تقنعش الجمهور واضح ما زلنا باش نرجعوا بعد شوية للمباراة المباراة اللي متواصلة إلى حد الآن 12 دقيقة لعب لكن قبل خلينا نشوفوا زاد التقييم الحكم نضال طيف المباراة هذه إلى حد الآن
مختار كيفاش شريت الحكم؟ كيفاش شريت المردود تاع الحكم؟ انا عجبتني حاجه اليوم في نضال للامانه اللي معناتها الملاعبيه اللي حابوا من الاول معناتها اي نجم ياثروا حكم. نعرفوا برشا ملاعبيه يدخل يحب يعمل ضغط شويه على الحكم. اليوم كان صار معاهم ورقات صفراء كانوا في بلايصهم. هذا اللي ريته في الشوط الاول. ابار ذلك معناتها اللي كنت التحليل والتقييم. حمزه علاش قلت ان تو كنت تفرج في نضال؟ نضال راهو داخل الماتش. انا بالنسبه لي انا هو ماتش اللي استمتعوا لو تعرف تعرف تعمل لي توال خفص روح اكثر الحكايه هذه للساده المستمعين. انا بريتوندون لا لا للساده المستمعين انا فاهمه ما معلش. نضال طيف عنده 4 أو 5 سنين يخدم للاستام وفلوس الحظ ان شاء الله العوام اللي فاتت فما شكون كان خير منه حسب قرارات المكتب الجامعي هذا فهمتني. لكن نضال طيف راهو قامه من قامات التحكيم قولها وانا شفته هكا يزفر. نضال عنده كونديسيون فيزيك قويه برشا يترنى يعطي للتحكيم قدره معناه قاعد يسخر برشا وقت للتحكيم. الماتش هذا انا بالنسبه لي انا وقلتها نضال كنت اتصلت بيه قلت له الماتش هذا نتاع الليسته نتاعك تعرف فما برشا خروج للليسته فما برشا حاجات تتبدل في الليسته. نضال طيف انا حسب تقديري الحد فما دي كوليس هذوما معناتها فما فايش ما عندي ديكوريس ما نجيك هكاك نخدم على روحك ولا ندخل الحسن. ايه من المسويات بعيدة اذا كان ما دخلش نضال تو انسحب من الحسن. لا 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 قلت انا نضل شكون مشات لا غزل لي غزل. هو الماتش هذايا راهو من بعد كي تحلوا المسويات ماكش باش تقيم واحد على متلوي سامحني مع احترامي للواحد باش تقيم على ماتش كبير كما ترافي وتعرف نحن 10 سنين الاخرانيين الدربي ولا امير لوسيف كاد يتحطم الفاس الدبوزه تعبوت بغداد مزيان هذاك هو. نحن هنا اش نقولوا؟ نقول نضال قاعد نشوف فيه كونديسيون قريب للزاكسيون برود دم كبيره قاعد يتصرف فيها راهو ما تراش توا بالتلفزه راهو فما تونسيون طالعه كبيره في ماتش نتاع ليتوال والاسبيرونس. نضال انا بالنسبه لي ناجح تدخلاته كلها صحيحه بيرسوناليتي فارضها. نقول لك حاجه حمزه نحن حكام ولا الحكام السابقين قاعدين نعيشوا في نشوه كبيره توا حاليا نشوه كبيره نتاع امتياز الحكام مع عدل الجوله الاولى. شفت كي نحكيو على الواحد ما عادش انت كان بعد تحكي على التقييم للمردود الحكام في الساعه الثانيه اما رانا من بعد رانا قاعدين نعيشوا في فترات كبيره نتاع التحكيم التونسي. ما عادش التحكيم التونسي هشام قيرات قاعد يعين في الحكام في الماتش المناسب والاسم المناسب ما عادش فما حسابات. هرى لينا دربي هرى لينا برشا حاجات رينا محرز المالكي تو ساعه وقت اللي تعطيني كلمه تنقول لك الحكام يتعاودوا افكتيفمون شغل خلي طارق يعاود يتعاودوا بعض الماتشات مختار هو عندي طلب باخر لا باش نقول لك حاجه مو بعد النشوه هذيا هو طلب باهي راهو الياسين ولا الهشام خويا دور الافكتيف فما برشا فما كريم الخميري ما تخلش فما ايمن النصري ما تخلش نصر الجوادي نصر الجوادي زاده من هل هذوما ممنوع معناتها خلينا نقول فما جمعيات مش حابه عليهم مختار ليه ليه فهمتش فماش توا شكون حابب ولا شكون مش حابب فما فار قاعد ياخذ لك في حق معناها شفت توا نضال راهو فما حاجه انا توا بعد باش نتسائل انا كيفاش الكريتير باش تدخل اربيتر ولا اسيستون لليست وقت اللي الاسيستون اش كانت ما بين الاسيستون والاسيستون الكره تدخل تضرب على الترانسفيرسال وتدخل اسيستون يرى الكره دخلت واسيستون يرى يشوفها ما دخلتش هذيك شفت الكره دخلت ويطلع هو صحيح والكاميرا تنصف ويدخل بها للليسته تو فما فار معناها تو اس فما معارف باش تدخل اللعبه الكل باش تخدم تو تو شرانينيه نحن في الاكسيون بريمير ميتو لازمك انفورمي على الفار زاد حتى ذم الكريتير البرا تو مانيش نحكي على الفار اللي داخل وسط الغرفه انا نحكي على التيران اللي موجود في وسط التيران هو يقول لك بعد مره اخرى باش يوليو يعملوا 7 حكام ولا حكام انترناسيونال نتاع فار معناها مش نتاع تيران هذه التوجه نتاع الفيفا انت هنا شنو هو الكريتير اللي باش تعملوا على تواش الجري طب على اكسيون وبعد كلمته غرفه الفار قالت له هز ورجو هز يد ورجو معناها هزت اليد باش تجازيه انت معناها فما اشكاليه كبيره الحقيقه نتاع ربي ما عرفناش شنو هو الكريتير اللي باش يصيروا فيها طارق تعيين حكام ريت مرتين وليد الجريدي ونذا يتعاودوا لنفس الفريق بعد ماتشات الحقيقه لا لوجيسيال لا حتى شيء يجيبها معناها حتى العقل البشري ما يقبلهاش معناها نورمالمون حتى لا رفع الحرج على اي اربيتر تبعدوا على الماتش هذا حطيتوا اليوم الترجي حطوا السي اس اس تروح الجاي ولا العكس بالعكس فما توجه زاد نتاع لجنه نتاع تعيينات زاد ما زاد ثم جغرافي وعندنا حكام من الساحل وصفاقس والعاصمه ما عندكش برشا واحد وعندك من قابس وليد ورزقل معناها الكيف شفتها الكيف
ما فماش شكون ينجم يمنعك من الكهف من جهه الشمال الغربي زاد لازم يخدموا شويه. جويدر في نابل عندك ثم مازال 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 فما شكون فما مثلا ايمن ناسي سابق جويدر ولا كريم الخميري زاد من لاسامين فما زاد ديزاسيستون توا كونفيرمي في الال توا ما دخلوا في تونس. مختار كما عندكم العين في نشوفوا شويه حكام. انا واحد بصراحه شفته خالد جويدر ومحمد الفني لو كان جاء بحظوه هشام قيرات معناتها كما ربي يفضله بوه فهمتني ولا سي خليل طرابلسي ولا سي عواز طرابلسي راهو اثنين الفيست حل التول الواحد الحقيقه شفتهم انا حكام وحتى فرق خسرت في الانفيرير وتعرف شنو جو معناتها الريجيونال والسي مختار والحكام تهنيهم وتبعث لهم معناتها رساله دهنة. اليوم سيب شويه ثم حكام الحقيقه زاد راهم ما يجوفوش الضوء حتى في ديزيناسيون ماذا بيه كان معناتها ياخذوا فرصتهم شويه مش كان مربوطه انه فلان بوه موجود ولا لا هذه راهي موجوده من عهد سي صلي خليني نجاوب الناصري ودخلنا الاخت خاطر باش نخرجوا فاصل خلينا سميل وسامي خاطرش بدا سامي بالنسبه لهيثم راهي لا كونفيرمي عمل ديربي وهيثم راهو من احسن الحكام موجودين لا هشام ولا غير هشام وهشام كان موجود ومشى وعاود رجع 2014 مش هيثم 2020 مش مشكل نطلع ونعبد كي جوارات راهو الاربيتر. بالنسبه لولد الولد عواز طرابلسي راهو ذا وليد صغير مازال تو بعد يطلع كيما في الباليم تاع هيثم بعد نحاسبه مش بعد عواز يقعد شي قرن في المنصب تاعو عواز واضح باش نرجع باش نحكي باش نرجع باش نحكي وناخذوا نرجع على مباراه الترجي والنجم لكن باش نبدوا الديسبلين تاعو باش نمشيو نحكيو هون البارح معناتها نجاح قائمة السيد كريم الهلالي اللي يصبح هو والعوده من جديد على راس الجامعه التونسيه لكره اليد بعد شويه وبعد الفاصل باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف السيد كريم الهلالي باش نحكيو على الانتخابات وباش نحكيو على مسار الانتخابي وباش نحكيو زاد على برنامج نكملوا ساعتنا الاولى على برنامج السيد كريم الهلالي والقائمه نتاعو في ان شاء الله الاعوام القادمه. دونك فاصل صغير وراجعين دي اف ام زون سبور مع حمزه المغير. رجعنا لكم مستمعينا مرحبا بكم الناس الكل كما قلنا مبروك للقائمه الاصلاح اللي تراسها السيد كريم الهلالي اللي ترشحت باكتساح معناتها نحكيو على 77 صوت مقابل 29 لقائمه اولاد الهوند. معنا رئيس القائمه ورئيس الجامعه التونسيه لكره اليد بارتير من البارح السيد كريم الهلالي. سي كريم مرحبا بك. مرحبا حمزه ومرحبا بكل مستمعي فيم وشكرا على الاستضافه. مرحبا بك سي كريم. سي كريم مبروك مبروك خلينا نقولوا فوزك في الانتخابات كما قلنا اكتساح معناتها اليوم الارقام هي تحكي 77 صوت مقابل 29 معناتها زوز قوائم بعد الغاء قائمه السيد علي العيادي اليوم في بين زوز قوائم ظاهر معناتها فما فرق كبير بين 77 و 29. حكينا في وقت سابق وحكيت في الندوة الصحفية على المسار الانتخابي كيفاش كان المسار كيفاش كانت الأجواء ما قبل الانتخابات وهل كان فما تأكد أنه كريم الهلالي باش يرجع معناتها خلينا نقوله أنت ولد الهوند وما يخفاش على الناس الكل سيرت قبل شهدت معك الجامعة نجاحات اليوم ترجع لكن ترجع فما صعوبات أخرى معناتها فما حاجات صعب برشا معناتها ما هيش باش تكون سهلة. المهم صحيح حمزة ما بكلو فيك على التهن المسار الانتخابي حمزة ما بديش الحقيقة في الأسبوعين هذوما. مسار الانتخابات في الجامعة التونسية لكرة اليد بديت منذ 7 فيفري 2021 وقت اللي المكتب الجامعي السابق هبط بلاغ ما شافوا حتى حد بدأوا فيه الجلسة عامة انتخابية يوم 7 مارس وتتفكر ما تسبب فيه البلاغ هذا كمان أزمة اللي اكتشفناه يوم 19 فيفري يوم 19 فيفري بعد ما تغلقت باب الترشحات اكتشفنا اللي فما بلاغ وفما جلسه عام. وقتها بدا المسار وبدات ازمه والازمه ديك استفحلت واحنا تفضينا كقائمه قائمه اصلاح احنا قدمنا ترشح نتاعنا تم رفضه وقال شنو خارج الاجيال في بلاغ تخضى. عملنا كل المستحيلات باش في نهايه الامر نشوفوا العرس اللي شفناه البارح. انتخابات نزيهة انتخابات متعددة انتخابات فيها زوز قوي والكلمة الفصل للأندية وللصندوق. البارح كان عرس انتخابي يتم معنى الكلمة تحت إشراف تونسي تونسي وهذا مهم جدا نحب نسطر عليه. اليوم الانتخابات تمت تحت إشراف لجنة مستقلة للانتخابات فيها كفاءات معناتها لا يرقى إليها شك. تمت تحت اشراف الرئيس المتخلي رئيس هيئه تشريع السوس القرطبي اللي كلفه الاتحاد الدولي لكره اليد كممثل لي في هذه الجلسه العام واذا مهم باش نستعرفوا. ثم
الأندية بكل يعني وضوح حطت رأيها واختارت قائمة الإصلاح بأفضلية كبيرة يس فارق واضح حوالي 50 صوت. هو شرف لنا كقائمة شرف لنا هو شرف ومسؤولية زيادة. وهو في نفس الوقت أيضا حمزة هو أيضا في نفس الوقت شرف وأيضا في نفس الوقت يعني مسؤولية كبيرة. أمانة حطت على عاتقنا أمانة ثقيلة. شفتوا الأرقام البارح نحكيوا على العجز معناتها 4 مليارات عجز احنا سمعنا في وقت سابق 2.5 مليارد البارح سمعنا 4 مليارات معناتها مبلغ محترم جدا سي حمزة. العجز اللي تاع 2.5 مليارات انا قلت وانا كشفته للرأي العام منذ سنة ونصف منذ سنة ونصف العجز هذا ما تمش التصدي ليه وتفاقب وخلط تقريبا 4 مليارات. معناتها اليوم باش معناتها نسدوا العجز هذايا والا باش نخدموا اليوم على توفير موارد خاطر فما معناتها حاجات اليوم جايين للمنتخبات كلك سوا ذكور ولا اناث. طبعا عن ذيك علاش انا كيف تحلت الانتخابات حبيت معناتها قائمة كورتيات وكل الكفاءات تتلم في قائمة واحدة واحد كما سي عادل عثمان حبيت يكونوا معنا في القائمة وعبيد اخرين من القائمة نتاعو من الناس اخرين حبينا نتلموا ونتصديو لكل يوم مش وقت تنافس. أزمة كتلية تعيش أزمة خطيرة ياسر عزابة كبير ويهدد نشاطها وكما نصديولوش بل في الأيام والأشهر القادمة باش تزيد استفحى خاطر قلت لك 2.5 مليار كان في 2021 نهاية 2020 اليوم في وسط 2022 احنا في 4 مليار دوات وكان ما نصديولوش باش نخلطوا 5.5 و6 مليار دوات و ما يعني ذلك من تقريبا شلل في أرويخة الجامعة ولكرة التونسية. وهذا الصعوبات باهي خاطر صعوبة الصعوبة في المهمة صعوبة كبيرة هي كبيرة برشا معناتها صعوبة كبيرة ونحن الآن إن شاء الله بتضافر جهود الناس الكل الأندية طبعا كل مكونات أسرة كرة اليد صدت الإشراف الدولة لأنه اللي صار هدايا من غياب تقارير مالية منذ 2016 حمزة حتى تقارير مالية متعرض على جلسة عام. أنا غادرت الجامعة في 2014 حمزة كان فما فائض مالي 700,000 دينار هذا موثق في تقارير مالية في جلسة عام. اليوم نرجع للجامعة بعد 8 سنين نلقى عجز ب 4 مليون دينار وما فماش هيك إدارة فنية اليوم فارغة سقف وقاع يعني ما فهمش ستابيليتي معناتها حتى العجز منين جاء معناتها شنو من النقاط معناتها مهمة اللي أنتم اللي تعرفوهم معناتها الحكاية هذوما باش تسدوا الثغرات هذه. أنا شخصيا مطلع على الأرقام مطلع ونبهت للوضعية هذه وقلتها مرارا وقلتها تكرارا ورانا ماشيين في نفق بظلم مع المكتب السابق على كل حال في نهاية الأمر وصلنا لكون نمشيو للانتخابات ومكتب جامعي جديد باش تحمل المسؤولية هذيا بالثقة اللي نتاعها باش نخدموا على 3 وجهات باش نخدموا باش وهذا قلناه في البرنامج نتاعنا يعني حمزة قلنا باش نخدموا على استرجاع التوازنات المالية للجامعة باش نخدموا على تحسين الموارد خلال عقود استشارة جديدة ونرجعوا نحاولوا نرجعوا المستشارين لقدمهم نتاع الجامعة من خلال زيادة في ميزانية الجامعة معناتها يلزم على الاقل ميزانيه الجامعه ترجع الى ما كانت عليه في 2012 2013 من خليتها شخصيا هنا قبل بن غادر يلزم نحققوا اقتصاد في المصاريف وعندنا امكانيه باش نحققوا اقتصاد في المصاريف هذا يمكن يسمع لنا باش نعاودوا قضيه نجدولوا الديون نحطوا اولويات فيها بشوي بشوي ولكن بالتوازي ما نجموش نقعدوا قاعدين نخلصوا في الديون فقط. هناك مشروع رياضي معناتها مش يلزمهم يمشيو باراليل معناتها حتى معناتها بالتوازي كما قلت حمزه ما نجموش معناتها نقعدوا فقط نجابوا في المشاكل الماليه يلزم ايضا بسرعه نرجعوا المشروع الرياضي تاع كرة اليد اللي كما قلت هذا في البرنامج نتاعنا يعني باش يكون عنوان الابر نتاعو هو التكوين القاعدي. افكتيفمون من اهم الاشياء. باهي سي كريم اللي يخدم يغلط
معناتها الاكيد وذي نعرفوها معناتها مش فهم في في الرياضه برك معناتها انت خدمت قبل تحقق معك برشا نجاحات جاءوا مثل اخطاء نتصور لك انت حتى بينك بروحك تقول اي فما اخطاء ما كناش عملناهم ولا كنا تجاوزناهم اليوم اليوم معناتها فما نقاط اكيد هذوما معناتها يعرفهم كريم الهلالي بحكم اللي هو ولد الهوند بحكم اللي هو حتى كبعد من رئيس الجامعه قعد قريب قعد معناتها علاقتك طيبه بالجمعيات معناتها بالعائله الموسعه نتاع كره اليد فما حاجات مثال اتقالت قبل اليوم يلزمنا نلموا الشم اليوم من كما قلت انت معناتها واحد كما عادل عثمان اليوم ونعرفوا القيمه نتاعه معناتها اليوم يلزم العباد الكل تلتف باش ترجع كره اليد اللي عرفناها في وقت سابق. انا ما قلت حتى شيء في عادل عثمان ولا عمري ما قلت حاجه عادل عثمان راهو خويا معناتها برشا ناس ما يعرفوش شنو هي العلاقه بيناتي. لا انا نعرف انا نعرف ما نحكيو اليوم على معناتها اون جينيرال اون جينيرال. انا معناتها اللحظات الاولى على اعلان النتائج كان تفكيري الاولاني هو في عادل عثمان وفيما يشعر به عادل عثمان في اللحظه هذيك. كنت بجانبه وشفت الصور الناس كله كانت بطريقه عفويه معناتها ما هذيك هو عايد كرة اليد وهذيك الصورة الممتازة اللي خرجت البارح واللي عطات شرعية كبيرة اللي ما قمنا به. أنا حاجتنا بالناس الكل اليوم بعد العثمان وغير عادل عثمان وباللي نجم يفيد الكل يا حمزة باش نخرجوا من المشاكل هذه. راني الكلام هذا نعاود قلته من قبل. أنا معروف كوني نقول الحقائق. كي قلت راه فما مشكل مع المترجم ما كنتش نتجنى على حتى حد حمزة. ما تجنيت على حتى حد وحتى مراد المسيري صديقي. وكرا ناخذ في الحضن ولكن قلت وقت اللي قلت رانا ماشيين في طريق مسدود رانا ماشيين في طريق مهكم ريتور طريق المسدود. البارح الناس معناتها اكتشفت انا ما اكتشفتش انا نعرف هذا الواقع الالي في بالي بالارقام هذيا ونعرفها ونعرف ماشيين معناتها ماشيين باش نزيدو نغرقوا لولا ما تكلمناش وما وقفناش وخلينا المكتب الجامعي السابق عمل الانتخابات بقائمه واحده ومشى واصل راهو كانت كره اليد ممكن تندثر يا دادا خاطر الاندثار هي مش باش تكون هي مش باش تكون سهله سي كريم معناتها ان شاء الله معناتها انا حتى داهمنا برشا الوقت وقت الاخبار لكن انا معناتها القائمه اللي اخترتها انت موجوده فيها برشا كفاءات برشا عباد اليوم تنجم تعطي البلوس لكره اليد التونسيه وهذا اللي نتمناه معناتها سي كريم. شوف حمزه البارح نعتبر انا بدايه التعافي لكره اليد التونسيه. ان شاء الله هذا اللي اخصو بيه وان شاء الله سي كريم تكون حاضر حذانا لنا ونحكيوا اكثر ندخلوا في الديتاي نتاع البرامج نتاعكم واحنا كيف قلت انت العائله تكون ملمومه احنا زاد كاعلاميين يلزمنا تكاتف الايدي نكونوا معاكم ومع المنتخب الوطني التونسي. نهايه مباراه الترجي والنجم الرياضي الساحلي واحد بليش للترجي باش نرجعوا لها بعد ما نمشيو لقسم الاخبار وراجعين لتحليل المباراه.